السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله عنا فيديو جديد كما تنشاهدوا في الصورة. الإملاء مع الشكل، عنا هذا إملاء متسلسل، دابا عنا الإملاء رقم 12. كما تعرفوا التلاميذ دائما في أي إملاء فيديو فيه الإملاء ما عليهم إلا يحضروا ورقة وقلم ويتبعوا معايا كلمة بكلمة حتى نكملوا إن شاء الله. في آخر الفيديو تيكون عندنا تصحيح ديال الفيديو وشرح الكلمات الصعبة. إذا نبدأ على بركة الله. إذا عندنا صفر 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 الحكم الحكم فصل وبدأت الأرجل الأرجل تتقاذف تتقاذف ذا انتبهوا للكلمة تتقاذف الكرة الكرة وهي بين مدافعين ومهاجمين فصلة فالكل يعمل على ألا يبوء بالفشل فصل وأخيرا انتهت المباراة في جو مملوء بالغبطة نقطة حيث لم يصب أحد بسوء فصلة رغم حدتي المقابلة وحماسي الجمهوري نقطة. إذن هنا كنا سلينا الإملاء، دابا غادي ندخلو إن شاء الله نصحو ونشرحوا الكلمات الصعبة. إذا كيف ما تتشوفوا نتوما غادي تصحوا الكلمات الأخطاء اللي عندكم في أي حرف وتنتبهوا هما الكلمات حداكم، وفي نفس الوقت غادي تتبعوا معايا الشكل ديال هذا الإملاء، هذا النص الإملائي. إذا كيف ما قلنا صفر هو صفر بصفرة، لأنه الحكم في المباراة ولا في المقابلة. صفر الحكم فصيلة صفر الحكم صفر وبدأت
الأرجل، الأرجل هو الجمع ديال رجل، الأرجل أرجل، رجل أرجل. إلا قلنا المفرد نقوله رجل، قلنا الجمع نقوله أرجل. وبدأت الأرجل تتقاذف، وتتقاذف هي تدفع، كل رجل تدفع الكرة للرجل الآخر، معنى الأرجل تتقاذف الكرة، الكرة وهي بين مدافع ومهاجم فصلة. فالكل يعمل على ألا، لم فيها شدة، ألا يبوء، هادشي كامل اللي غنشرحوهم حتى الآخر التصحيح، بالفشل، بوء بالفشل فصيلة. وأخيرا انتهت المباراة، انتهت المباراة في جو مملوء بالغبطة، مملوء بالغبطة نقطة، حيث لم يصب حيث لم يصب أحد بسوء فصلة، حيث لم يصب أحد بسوء فصلة، رغم حدة، دل فيها الشدة، حدة المقابلة، رغم حدة المقابلة وحماس الجمهور نقطة. إذن دابا نقرأ النص كامل ونشرحه إن شاء الله. إذا نقرأ النص كامل بتأني ونشرحه. صفر الحكم فصلة، وبدأت الأرجل تتقاذف الكرة وهي بين مدافع ومهاجم فصلة، فالكل يعمل على ألا يبوء بالفشل، وأخيرا انتهت المباراة في جو مملوء بالغبطة نقطة، حيث لم يصب أحد بسوء فصلة، رغم حدة المقابلة وحماس الجمهور. إذن عندنا صفر ال، هنا واخا تقرا دائما ننتقل من كلمة لكلمة، ما نقولوش ال، نقدر أنا نقولها لكم في الإملاء، ولكن في القريب ما تنقول صفر الحكم. انتبهوا دائما كلمة الكلمة تنقرأ الكلمة ونجول واخا كاين الألف. صفر الحكم وبدأت ال، هانتوما وبدأت ال، ماشي وبدأت ال، وبدأت الأرجل تتقاذف الكرة، واخا كاين هادي همزة الكرة، وهي بين مدافع ومهاجم، ماشي نقولوا فالكل، لا خلط، هذا حرف سبق
إذا هنقولوا فالكل يعمل على ألا يبوء بالفشل. دائما يكون الألف واللام، ما تنقراوش الألف، تنقراوه إلا كان في أول، إلا كانت الكلمة بوحدها بحال نقولوا الفشل، ما كانش معها، كانت الكلمة بوحدها ما كيناش في النص، نقدر نقول الألف واللام ولا كانت في الأول. أما إلا كانت في الوصل تنحولو من كلمة مشيو له ل. أما إلا كان عندنا هذه بالنسبة للقمرية، إلا كانت الشمسية ما تنقراو لا الألف لا اللام. دابا نصادفوها ونشرحها لكم إن شاء الله، سواء في هذا ولا في واحد آخر، منين نصادفوها غادي نشرحها لكم. يبوء بالفشل وأخيرا انتهت ال، هانتوما انتهت المباراة في جو مملوء بال، ماشي بال، بالغبطة، حيث لم يصب أحد بسوء، رغم حدة ال، هانتوما رغم حدة المقابلة وحماس الجمهور. انتبهوا ها شحال من مره عودناها، صفر ال ماشي ال، تتقاذف الكرة، فالكل يبوء بالفشل، انتهت المباراة مملوء بالغبطة، حدة المقابلة وحماس الجمهور. بالنسبة لهذه صفر الحكم، صفر الحكم ديال هذه، تنهضروا على مقابلة لكرة القدم، صفر الحكم وبداو تيلعبوا، بدأت الأرجل تتقاذف الكرة، بدا واحد تيدفع الآخر، واحد تيضرب الكرة الآخر بين مدافع ومهاجم. مدافع كاين في الماتش أي واحد، تيكون هذا الفارق مدافع والفارق الآخر مهاجم. فالكل يعمل على ألا يبوء بالفشل، كل واحد تيخدم باش ما يفشلش في هاد المقابلة بالفشل. وأخيرا انتهت المباراة، في الأخير انتهت في جو مملوء بالغبطة، مملوء بالغبطة، مملوء بالفرح، شديد الفرح، فرحاني، حيث لم يصب أحد بسوء، ما تضرب حتى شي واحد، ما تهرس حتى شي واحد، رغم حدة المقابلة وحماس الجمهور. رغم حدة، حدة هي الشدة في كل واحد معصاب، كل واحد يضرب، كل واحد باغي يغلب، كل رغم هكاك ما تصاب حتى شي واحد بسوء، لم يصاب احد بسوء، رغم حدة المقابلة وحماس الجمهور. اذا نتمنى هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه، وما تنساوش تدعمونا باللايك والكومنتير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.